زي ما عودنا حضراتكم بنبدا طبعا اخبارنا بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم. اجرى النهارده الصبح مسحه طبيه جديده قبل مواجهه اسوان يوم الاثنين الجاي في الدوري، وده طبعا وفقا للبروتوكول اللي حضراتكم عارفينه واللي اعلنته وزاره الشباب والرياضه، واللي بيتضمن اجراء مسحات طبيه لجميع الفرق قبل المباريات طبعا الرسميه ب 48 ساعة. الأهلي خاض النهاردة التمرين بشكل طبيعي جدا، ما كانش فيه أي راحة على ملعب التتش استعدادا لمواجهة أسوان، وطبعا ريني فايلر المدير الفني حرص على عمل جلسة مع جهازه المعاون وجلسة تانية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، طالبهم فيها بالتركيز في مباراة أسوان. وطبعا خلاص بقى نقفل تماما صفحة مباراة الإنتاج الحربي اللي زي ما قلنا لحضراتكم إنها انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. لاعبو الفريق الحقيقة شاركوا في مباراة الإنتاج، خاضوا عادي التدريبات الاستشفائية اليوم عشان يتخلصوا طبعا من الإجهاد العضلي تحت قيادة توماس بينكل مخطط الأحمال، وكمان باقي اللاعبين شاركوا في تدريبات الكرة بشكل طبيعي جدا. ياسر ابراهيم شارك النهارده في التدريب بعد تعافيه من الاصابه اللي تعرض لها خلال وديه الجونه قبل عوده الدوري، ودي طبعا كانت في كاحل القدم وابعدته عن التدريب والمباريات خلال الفتره الماضيه. كمان من الاخبار الحلوه كان ان احمد